بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة، غزوة وازن، غزوة حنين، من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. كان الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا، ودانت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام. اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح، ليطامنها يعني ليجعلها تسكن وتطمئن وتتواضع، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح يعني شعرت بالعزة والعلو بفتح مكة، فكان لابد من هذه الكسرة لكي يظل التواضع والانكسار لله عز وجل دائما صفتهم، يعدهم الله عز وجل لفتح العالم، فتح المشارق والمغارب. ما يكون شأنهم لو ارتفعت هذه النفوس؟ ماذا سيكون الحال لو أن هذه النفوس لم تتعلم التواضع وقد ملكها الله الدنيا؟ لا شك أن كثيرا من الناس إذا لم يتهيأ ولم يتربى، إذا ملكه الله عز وجل الدنيا سار فيها سيرة الجبابرة والمتكبرين، ونسأل الله العافية. وهذا من حكمة الله عز وجل في تأخير النصر والتمكين وإذاقة السائرين على طريقه مرارة الانكسار، لكي يعرفوا نعمة الله عز وجل فلا يتكبروا ولا يطغوا. قال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكان ما ولدوا فيه أولا من القلة والضعف والخوف وعدم وجود المأوى سببا في معرفة قدر النعمة، فعندما فتح الله عليهم المشارق والمغارب ظلوا متواضعين لله عز وجل. عامة الأمم عندما تنتصر تطغى ويتكبر ملوكها ورؤساؤها، إلا أهل الإسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر، دانت لهم العرب والعجم وظلوا متواضعين لله عز وجل، ظلوا كما قال عمر: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. سار إلى بيت المقدس ونزع خفه وخاض المخاض ببعيره، وضع خفه على كتفه وخاض المخاض على بعيره. تخيل رئيس دولة، أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، التي قهرت كسرى وقيصر
القوتين العظميين في ذلك الوقت وأمير المؤمنين يدخل البلد وقد خاض بركة ماء في طريقه حافيا وصلعته تبدو للشمس. هل يعني يتصور ذلك إلا ممن تربى في مدرسة النبوة؟ لذلك لم يعامل المسلمون الأمم المغلوبة معاملة المتكبرين المتجبرين، وإنما عاملوه معاملة المعلمين المشفقين الهادين الداعين إلى الله عز وجل. لذلك كان هناك من النفوس ما تطاول وارتفع بفتح مكة، فكان لابد من الكسرة. يقول: اقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته. شوفوا صور بعض القادة العسكريين في حفلات الانتصار. شوف يا معلم، مع انها انتصارات تعبانة جدا، الانتصارات ما تسويش. شوف صورة انور السادات وهو في الاحتفالات بتاعت نصر اكتوبر، تلاقي خلاص فوق خالص كده، وغيره كثير يعني نسأل الله العافية. جدع اسمه بوش ده قاعد ينط على البارجة. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة ورأسه يكاد يمس ظهر بعيره صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني على الطريق الدعوة إلى الله عز وجل يعني لابد أن يتعلم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والمجاهدون في سبيل الله هذا التواضع والتعامل مع الناس بالانكسار لله عز وجل، وليس أن الشعور بالفوقية والشعور بالارتفاع من أعظم ما يضر ويدمر النفس الإنسانية ويدمر العمل الدعوي والجهادي، ويعني نتائجه ما يحصل دائما من الفساد. قال لا، هناك رؤوسا لم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته، أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده. اقتضت حكمته أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة ليبين لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، نصر رسوله ودينه. لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين، فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر، عطايا الجبر جبرهم الله جبر الكسر، خلع الجبر مع بريد النصر. لما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد النصر، بدايات النصر. إنسان انكسارنا لله عز وجل من أعظم أسباب جبرنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا وجدت كبرا علوا ارتفاعا اعلم أن النصر بعيد. إذا وجدت انكسارا تواضعا لله عز وجل في مجموع السائرين فاعلم أن النصر قريب. ومنها من حكم الله أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، كما روى أبو داود عن وهب بن نبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال لا، رجاله ثقات. وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب، يعني فعلا فتحوها عنوة القوة، وهم 10,000 وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أطمع الكفار في الظفر، فلما أنزل الله نصره على رسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من شكر إسلامكم وإتيانكم أن ترد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال بدر وحنين وإن كان بينهما 7 سنين. والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالأولى خوفتهم بدر، خوفتهم وكسرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفذت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بد من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والغنم والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عين جبرهم يعني انكسارهم الذي وقع بهزيمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان هو الجبر لهم لأنهم دخلوا به في الدين، وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة وإنما نصروا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله. بقي موقف عظيم القدر في مسألة قسمة الغنائم، ونحن في أحوج شيء إلى تدبره، وهو يتعلق بخلق الإيثار الذي وصف الله به الأنصار. الإيثار من الأخلاق الضرورية في السائرين إلى الله عز وجل، أن يكون الإنسان مستعدا لتقديم غيره عليه. قال الله عز وجل عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأثرة خلق نابع من رؤية كمال النفس واستحقاقها، إن الإنسان يشوف نفسه هو اللي مستحق يتقدم والناس كلها تتأخر، إن هو مستحق يبقى فوق والناس تبقى تحت. وهذا من الأخلاق الشيطانية المدمرة، كما أنه يفتح أبواب الشحناء والضغائن والحقد والحسد. فأما إذا عود نفسه الإيثار حتى مع الحاجة فضلا عن الخصاصة، يعني أن يكون فقيرا ويؤثر، فلا شك أن هذا الإيثار يدل على وقاية شح النفس، ويدل على ارتفاع هذه النفس واستغنائها بالله عز وجل. وهذا لا يمكن أن يحصل للإنسان إلا إذا استغنى بالله، استغنى بعبادته، استغنى بحبه، استغنى بقربه، فعند ذلك يهون عليه أن لا يعطى من الدنيا مالا أو جاها أو رياسة أو وضعا عند الناس احتراما وتبجيلا، ولا يعبأ بذلك، لأن الله أغناه، أغناه الله عز وجل بآية، أغناه الله بسجدة، أغناه الله بدعوة، أغناه الله عز وجل بركعة يركعها في خشوع، فيشعر بالكفاية، يشعر أنه ليس هناك احتياج لغير ذلك ولا يريد غير ذلك، قرة عينه قد حصلت، ماذا يعبأ بعد ذلك؟ لماذا يعبأ بأن له منزلة عند الناس؟ لأن الناس أعطوه وضعه جيدا أم لا؟ أعطوه حقه أم لا؟ عندما يستغني بالله ويشهد فضل الله عز وجل عليه بالدين يزول عنه يعني علو النفس واستشرافها الذي يؤدي إلى الأثرة ويفقد الإيثار ويضيعه. هذا الموقف في موقف الأنصار من قسمة الغنائم. قال ابن القيم رحمه الله: كان السبي 6000 رأس والإبل 24 ألفا، والغنم أكثر من 40 ألف شاة، و4000 أوقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه مسلمين 10 ليلة، لم يأتوا مسلمين، فقسم الغنائم، ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال: ابني يزيد. فقال: أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل. فقال: ابني معاوية. قال: أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، وأشراف قريش. قال: ثم سأله 100 أخرى فأعطاه، وأعطى النضر ابن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي 50، وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50، وأعطى العباس بن مرداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل و40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري، إسناد صحيح. قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، الأنصار لم يكن منهم من هذه العطايا الكبيرة الزائدة التي هي يعني أنفالا عطايا زائدة قبل القسمة، الأنصار خدوا نصيبهم اللي هو 4 من الإبل و40 شاة، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم لقي قومه لما قبلته، ظنوا أن هذا من أجل هذا.
وبعدين هم اللي كان دماء هؤلاء الكفار من سيوف الأنصار. وعندما اشتد الحال في غزوة حنين كان النداء فيه يا للأنصار، وبعدين ما لقوش العطاء. قال فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، يعني نفسه فيها هذا التحديث. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، يعني سمح لبعض المهاجرين الذين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة ولودهم، وأما الباقون فكلهم أنصار. فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ قال يعني ما قالة، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ وجد يعني حزن، وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ كما ذكرنا يذكرهم صلى الله عليه وسلم بنعم الله الدينية، من استغنى بالدين هان عليه كل شيء بعد ذلك. فكانت البداية في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم علاجا ودواء عظيما لما يمكن أن يقع في النفوس. تذكر نعمة الله عز وجل، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. قال أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك. أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك. وعائلا فآسيناك، عائلا يعني فقيرا، آسيناك يعني واسيناك بأموالنا. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا،
تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في إنفاق هذه الأموال، وهي أنه يتألف قوما ضعاف الإسلام، ما أعرض عن الأنصار إلا لأجل ثقته عليه الصلاة والسلام وعلمه بتمكن الإيمان من قلوبهم. قال: أوردتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار أي الملابس الداخلية، الشيء الملاصق للشعر للحم. الدثار ما يتدفر به، ما يغطى من فوق. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنهم هم الأقرب إليه، وأنهم يعني الذين يلازمهم صلى الله عليه وسلم ولا يفارقهم إلى الممات. قال: الأنصار وشعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكي القوم، فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات قال: الحياة محياكم والممات مماتكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يظل بالمدينة إلى أن يموت بها عليه الصلاة والسلام، أو يموت مع الأنصار. نسأل الله عز وجل أن يهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو عز وجل، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. قل قولي هذا واستغفر الله منه.